السلام عليكم حبايب قلبي، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وبياكم من وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم، وبقولكم رمضان كريم، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. بما أنه بتعرفوا شهر رمضان والصايم بيرغب الحلو، فحبيت اليوم أقدم طبق حلو صراحة جدا طيب وسريع جدا جدا، ومكوناته سهلة. وأنا صراحة يعني سميت هذا الطبق حلى ال10 دقائق، لأنه عن جد ب10 دقائق بينعمل هذا الحلى اللي هو اسمه المدلوقة. هو طبعا معروف ببلاد الشام، بلبنان، بسوريا، بفلسطين، بعتقد بهاي بلاد الشام معروف هذا الطبق الحلو، وكتير كتير طيب ومشهور. ومكوناته جدا سهلة، عنا نحن هون هيدا كوب سميدة، سميدة ناعمة، وكوب سكر، وهيدا الفستق للزينة، وهيدا كمان زهر الليمون للزينة، وهيدا القشطة. هيدا هو الطبق الحلو، عن جد كتير كتير سهل، ولا في وما في أطيب منه. وخليكن معنا بالأول بداية شو حنعمل. بداية حبايبي هلا رح حط انا الكوب السكر هون بهيدا الكسرولة. هلا بتركون على النار لحتى يبلشوا يغلوا، وبصير بحرك فيهم انا. خليكن معنا حبايبي لنفرجيكن خطوة خطوة. هلا حبايبي بلش السكر تقريبا ذاب. هلا انا شو بعمل؟ بضيف على هيدا المزيج كوب ماء، كوب مي. هلا راح اضيف انا عليهم لانه بدي اوقف مشان يصير يطرطش. هلا انا ضفت كوب مي حبايبي، هلا بتركهم ليغلوا بس شوي، بحطهم على جنب ونفرجيكم الخطوة التانية شو حنعمل. هلا حبايبي رجعنا لكم. هلا حطيت هيدا المقلاة، وراح اضيف الكوب السميد اللي هو طحين الفرخة، ورح قلبه بس شوي هيك، يعني مثل ما بقولوا تحميص، يعني شوي صغيرة بس هيك، شي قلبتين ثلاثة. بعد منها بنضيف الزبدة، بنفرجيكم شو رح نعمل بعد. هلأ بس شوي أنا رح خلي يكون معنا حتى ما يطول الفيديو. هلأ حبايبي شو رح نعمل؟ هلأ رح ضيف الزبدة بالوسط. أنا مثل ما قلت لكم بس أنا عم حمصهم هيك شوية تحميص للطحين الفرخة. هلأ رح ضيف الزبدة أنا هون بالوسط، نقلب فيها ونصير نحركهم، لأني مش عم بستحكي، حاملة الكاميرا عم صور، عم بحرك بإيدي. بس خليني أقلبهم شوي، وهلأ فرجي يكون بعد ما بخلط المزيج كله مع بعض شو حنعمل. هلأ حبايبي أنا طبعا خلطت المزيج كله بالزبدة، بدنا نحرقهم، نحنا بدنا هيك نقلبهم تقليب لحتى ينمزوا كلهم بالزبدة أو بالسمنة اللي بتحبوه انتو. هلأ بهالأثناء رح نضيف نحنا هيدا اللي عملناه، السكر والماي اللي كرملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ انا بتركهم حبايبي، بترك المزيج لينخلط منيح، ولا اسهل من هيك ولا اطيب من هيك، حلا سريع صدقوني ب10 دقايق بتعملوه. وهلا بنفرجيكم على الشكل النهائي كيف حل، بس لحتى استحكم بدي اوقف معكم شوي. هاي حبايبي انا صبيتها طبعا بهيدا الوعاء، وهلا بتركها بس شوي لحتى تبرد،
بحط القشطة لأنه بعدها هي سخنة والقشطة باردة، ما وفي حليب ما بدي أصبر عليها بس لحتى تبرد شوي، ونحط لها القشطة ونفرجيكم على الشكل النهائي حبايبي. ولا وهلأ حبايب قلبي رجعت لكم بهيدا الشكل النهائي لطبق الحلو اللي عملناه اليوم مع بعض. طبق كتير طيب وسهل التحضير ومقاديره سهل جدا، يعني بيتكون من مكونين بس فقط لا غير، اللي هو السكر والسميدة، والقشطة أكيد بتكون هي بنعملها جانبا. بتمنى إن شاء الله يكون ينال إعجابكم حبايبي، بتمنى تجربوه تعطوني رأيكم. وبالنهاية بقلكم إفطارا شهيا صياما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله، والله يتقبل أعمالكم وينعاد عليكم يا رب الصحة والعافية ورمضان كريم. وبنلتقي إن شاء الله بطبق آخر، وبقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.